احنا امام العالميه للاثاث والمكاتب، منزلي والمكاتب. اليوم ضيفونا عندهم وصورنا وخلصنا تصويرنا، وهاي المشاهد الاخيره صورناها. المهم فاني جيت دا اشوف شكو وماكو. ها منو هذا؟ ها منو هذا؟ مقدم حازم الغالي والبابع. والله الغالي والحق ما ادري شو معه عجبني. انا ترى يعني بعد هسه موتت، بعدين ايش انت فايز ايش قاعد فايز ايش باوعد عليك قلت موتوه مات. ليش رجعت؟ بعدين قهرت عليه اعطيني اياها هاي مره فيستر رجعوه ورا ما تخلص المسلسل رجع. المهم فالفكره وين؟ يعني انتوا قولوا لي ايش تريدون؟ موته رجعه بكيف؟ يعني انا رايكم مهمني بصراحه، الجمهور يهمني. انت طيب كيف شو ما مقتنع بك يا حموته؟ حموته بالحلقه الاخيره قفلت علي ما ادري شو خلصنا هسه الحلقه الاخيره ما متي تمزيق والله يابا بالموسم الثاني تدري ايش راح يسوي؟ بالحلقه الاولى يموت يبقى بالحلقه الاخيره يطلع عايش. انت قلبك طيب يا اخي. المسلسل كله بس شيء ايناس تطلع صورته بالتليفون تتذكره. انت يطيق قلبك والله حازم، بس شيء تطلع فيديوهاتك بالتليفون شيء كله بالتليفون ولا كلمه ولا كلمه. صور ابو الطوبه وبكيف زين. ياسمين ما شو ما عاجبك؟ اموتش اموتش هسه اموتش بالحلقه الاخيره. خلصناها شلون؟ خلصناها الحلقه الاخيره خلاص. بالمونتاج اقص مشاهده ورأيس انا اصور روحي مشهد ياسمين ماتت. وين ياسمين ماتت؟ لا ماتت ياسمين. لا بس اهون عليك تموتني بعد قهرت علي يا اخي انا مزاجي كلش متقلب. قهرت علي يلا راح ارجعها بعد موت هذا ابو شوار راح يموت ما ادري بعد من قهرت علي لك شو قهر بس علي انا موتتني انت انا ضربه واحده موتتني بيها. انت اول ما شفتك قلت هذا ولد شو ما عاجب انت موتو ما ادري بس كنت رئيس الوزراء بلى. لحظه شلون تموت مقدم حازم وهو ما مرض اقول جوهرة العمل وانما هو جوهرة العمل؟ شلون يموت حازم جوهرة العمل؟ شنو جوهرة العمل؟ ما انت هو منو سوى لنا طلايب ويا الدولة غيره؟ قاعد ياكل فلافل بالشارع كان استحيت اكون مقدم ياكل فلافل بالشارع؟ فكرتك يعني انا قلت لك كل فلافل بالشارع؟ دايت فود هذا يعني انا دا اصور مشاهد بغير مكان وانتوا تصورون مشاهد بغير مكان، اجي القاك تاكل فلافل بالشارع. هو قال تاكلون على الشارع كنت شيشه على السياره انت. والله ما قلت والله ما قلت يابا الدوله الناس القوات الامنيه هذا اعتقلوه ذبو بالسجن. انا ما لي علاقه مشاهد شنو تقول له يابا تصير ما تقول له انشب تقول له لازم وين قاعدين احنا؟ والله ما قلت له انشب والباقيات يا ابو من يمك انت قلت لنشب يعني انت من يمك الصرفت قلت لك والله لو تدرون ايش كان كاتب بالنص ايش كاتب بالنص يعني انا اختصرت الموضوع وسويت مقدم وقلت لنشب لو تدرون ايش كان كاتب خرس والله ايش كاتب مرخصتك من لازم سرمت ارجوك حافظ على الهاشتاج انا هذا اللي كتبته اما انتم تغيرون النص بكيفكم هذا اسمه ايش طلع ما عندي اذا ما خليهم يشيلوك والله العظيم اسمي هذا المقوار اذا ما خليك تبات بالسجن ورا المسلسل خلنا نتلوك هذا المقوار مال حبيبي يا واحد شوف هنا كسرت قلبي هنا كسرت قلبي هذا حبيبي الكل حبيبي شنو الجمله مالتك اللي قلتها اليوم؟ يا هي ذا لاست ذا بيست مثل شنو؟ كيب ذا لاست فور ذا بيست شلون؟ شفتي؟ والله بتجزيك ثاني هسه ما اريد انا بس لحظه بس لحظه بس سؤال 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 انت مين قال شتي اللاست؟ لا لا لويت ويت اللاست بهذا الجزء مين قال لك؟ الجيجار راح يدخني احسن راح ابعد الوحدة الثانية تجي وعدين هنا الجزء الأخير؟ هسه الحلقة الأخيرة ختمتها حيني لا وعدة راح أخونك وياها لك أنت بالجزء العاشر همين راح أخونك وياها
منهم البداية من اللاست من الكيب بقى عم كسرت قلبي لك هاي شنطة لك كسرت قلبي حمل مرة يموت بينا مرة يحيينا شكو شايف بيموت كل شيء ارجع وقع يهذبنا موت الواحد يهذبنا والله موتكم والله موتك انت حط الطاولة جاب الطاولة ما حد يلعب زين والله تموت والله والله تموت هذا ابو خمرة انا صاحب الفضل الكبير حبيبي انت اصعب فضل علي لان طلعت كل ما العمل انا صار 12 سنه اريد امثل ما حد استقبلني هذا تصير فيها يعني تعال ادخل ان شاء الله يا رب يسوي عمل عجاني اول شيء انا ما جبتك انقهرت عليك جبتك لان انت موهوب لان انت يعني فنان شخصيه كاريزما وانا من شفتك انا كنت واثق ان انت راح تنجح وراح تفرق شخصيه صحيح ان الناس حبت وطن اكثر من عندك الله الله اي والله والله صح وطن بعد عايب شهادة عايب شهادة وحتى الجزء الثاني يقول يعني ما راح اكون وطن اقول له والجزء الثاني اذا مو انت وطن ما راح يكون حلو لان العالم حبتك انت وطن بهذا الشكل بهاي الكاريزما والله وطن ما وطن ما صراحه شوي وجهي تعبان لازم راح والله العظيم اسوي بديكير ومانيكير مش دخل بديكير ومانيكير فجاه ايه بديكير ومانيكير مال وجهي ما شنو بعد ايش الحين اللي صار نسوي بديكير ومانيكير هذا اني مال اظافر لا لا تعال نسوي لك بشرة يا معود تسوي لي سكراب انت تسوي روحك سكراب مسكربة من قاعد وانا مش تسوي لي سكراب وانا متسكرب المهم راح اروح اسوي شو اسمه اسوي هذا ثاني اسوي بذكر طلعت انا هاي العمل كلي تعبالي صدق والله هاي طبعا بالحلقه الاخيره انا اول مره انزل وهاي ترى هو اللي للمعلومه للمعلومه يخاف عليها اكثر من العمل ابو خمره انه شوف هذا دمار سوى بيها يعني شخطها دمار طبرها. من هنا صار عصبي علي قال له انت شلون يعني هاي اهم شيء عندي بالعمل تدري هاي قاعد انا سويته والله العظيم بعد تخفير مالته بعد تخفير مالته وين الدبليو هاي الدبليو هاي اللي تشوفونها بالتايتل تشوفونها مالتنا لوجو مال الوطنيين كفو كفو بالتوفيق ان شاء الله هاي المسلسل اخلص صداها وتوفقنا بها ان شاء الله الجزء الثاني يكون احلى واقوى وراح تستمتعون بيه ويكون الاول على الوطن العربي ان شاء الله ان شاء الله بس هاي شو تحكي تعبالك انه بالموضوع انا ما موجود للمعلومه ما ادري شوف كيف يحكي عبالك هو موجود حكي ميت انت راح تموت بالحلقه الاخيره ما ادري ايش دخلت البار راح تموت بالحلقه الاخيره زين بس هي بعد ما لا تكون وطن اذا تريدنا بالموسم الثاني لازم انت تكون وطن هذا شوفي انا وطن والكل وطنيين راح يكون لا هذا محمد وطن كله وطنيين هذا امير وطن كله وطنيين اي واحد ممكن يصير وطن تحياتي لكم يا الوطنيين